السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله احوالكم. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد جديد جديد، ان شاء الله خير وان شاء الله نكون وياكم باحسن الحال، نرتب لكم الامور بالترتيبات. انا اليوم فرحان، كلش فرحان، لانه صار عندي حضر على قناة انذار او سترايك مثل ما نقول. اليوم ان شاء الله فضيتها. اليوم قبل فترة كان عندي مقطع فيديو راح اشوفكم اياه. انا مضروب، عندي سترايك، انا سترايك ما عندي، هذا سترايك يصير هنا، انا يصير هنا، استغفر الله، هذا سترايك يصير هنا، انذار يصير بهذا المكان. هسه الحمد لله انا ما عندي اي سترايك، وحاولت اسوي السترايك، حاولت نقول اوخر الانذار اللي صار علي من قبل المحتوى اللي شفته، والنشر مالته كان مشهور ما عندي علم بي او ما عندي معرفه بي. فالحمد لله انا راني قدرت اوخره، واكو هواي طرق خليك توخره من هذا السترايك. حتى اروح لك على القناة اللي فيها السترايك هنا، اشوف لكم من مضروبه سترايك بتاكل شقد. حاولت ردت بس ردت بس يروح او مضروبه انذار، كان عليها انذار اهم شيء انت تنشر المقطع الفيديو، تنشره هو خاص بيك، او تشتري مشترك، او تاخذ موافقة الناشر لان تنشره انت. لان اذا نشرته من دون علم، او نشرته عدم رضاك، هو عدم رضاك الناشر راح يطالب بحقوقه، راح تنضرب انذار، راح تنضرب انذار، وبعد ما تنضرب انذار راح تطالب بحقوقه، ما راح حتى تحقق الربح بيها. لأن أطلع النهار هنا أطلع لك النهار، أشوف النهار علي الموجود، حتى ضمن حقوقك بالنشر، ضمن حقوقك بالضيوف. Thank you.
هذا الانذار هي هذا الانذار موجود ارجع عليه اكبر لك السنة. هذا سابقا كانت قناتي بها 5200 وهسه قناتي بها اكثر. هذا الانذار هذا الانذار حاليا حاليا ما عندي إنذار على ذلك الحمد لله. كوتشي كان كوتشي بعد المقامة هذا قناتي طبق كان بها إنذار وحتى موضوعي إنذار إن شاء الله أجيكم مقاطع أحسن بها فائدة لكم. بينما أنا هسه ما عندي إنذار لكن إن شاء الله أشوف لكم قناة أخرى. هو بس القناة هذه راح أشوف لكم بها بس قناة أخرى عندي بها مخالفات القناة. أشوف لكم مقطع 100% شلون أسوي إزالة للإنذار. هسه هذا المقطع راح أخليه مفيد لشغلات بسيطة. عندك تريد تسوي مثلا مجموعات، أنا امبارح سويت مجموعات حتى أفتح مشاهدات أسوي مشاهدات. هذا بالنسبة للقناة أنا أسوي بها مجموعات نسوي إضافة مجموعة. هذا بالنسبة للحاسبة قسم او مجموعة بس الأحسن شيء تروح على القناة إدارة الفيديوهات أو إدارة الفيديوهات أو قائمة التشغيل. أحسن شيء قائمة التشغيل حتى تمكن تسوي المجموعة اللي تريدها. هسه أنا عندي أربع مجاميع
فيها تكون علمية تسوي لها نشرة. أنت عندك رابط هسه عندنا على قناة التجريب هذي فيديو هذي تجي تتابع به مننا فيديوهات مفيدة تجعل هاي المشاركة أنا على مية خليها هذي فيديوهات مفيدة ليس هناك إعلان شهادات المكانية تجربة من المسوق تجي على هذا تتبع إعلاناتك فيديوهات تجي الفيديوهات اللي عندك خاصة حتى تقدر تعطي مشاهدات غير واحدة تعرف هذه أرجعيكم كلهم هذه كلهم أرجعيكم أرجع النوبة أنا أحب أروح لها الفيديو هذا أجينا هذا الفيديوهات أنت إذا أريد أضيف جميع الفيديوهات تقدر تضيف مثلا جميع الفيديوهات حتى تنسل أطرارك هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تحددهم بالأدرك يصير عندك اللون أدرك هذا هو تشكو فيديو عندك حتى تقدر تشغل مشاهدات تشغل مشاهدات وراح اجيكم بالطريقة مع المشاهدات حتى توفر ساعات حتى انا سبق قلت لكم مقطع فيديو يكون اكثر من ساعة يصير احسن يعني بيعطيك مشاهدة اسرع في ساعات اسرع انتي هاي الإضافة انا ما احتاجها بصراحة انتي هاي الإضافة كان عندي مجموعة تتكون من 10 فيديوهات هذا 10 فيديوهات بعد ما بيها ولا مشاهدة من هاي المجموعة وهاي القائمة أنا أخلي الوصف أنت شكرا تخلي وصف أنت طبعا تخلي وصف خلي نقول خلي وصف ما كان أنت أي وصف تريد خلي خلي تقدر خلي قناة قناة خلي قناة هذه حقوق النشر سنتين عندها الانذارات سنتين عندها هذا الوصف راح اخليه رابط احد القنوات انا اعطيتي تعديل انتهي هذا الوصف هلا عندي تقدر تخلي اكثر من وصف واحد تقدر تخلي أربعة خمسة بالنسبة هذه التشغيل بترتيب عشوائي ترتيب عشوائي احتياجي ما أكون مشكلة أنا ذاك القائمة زارة فيها زيارة من المعنى طبق زارة فيها سماح الدرنين تقدر تخلي بعد ايش كم قناة عندك على الله اسمع تقدر تخلي في هذا النيل حتى يعرفوا انا ضغطت شوية يجيب الرابط اللي يريده
بالنسبة لي دا يحذف اشتراكاته ما يهمني، يروح يحذف اشتراكاته. بس أنا قلت لكم سبق وقلت لكم راح أسوي شو اسمه، أسوي قرعة بس صبر، هذا صبر لحد الآن أقول صبر لحد الآن أطيع حفظ. بس صارت عندي لأني قنوات وهاي، صارت عندي قائمة التشغيل موجود عندي بالأثناء إذا أجي أرجع على الرئيسية أجلها موجود أنا قائمة التشغيل، أنا قائمة التشغيل فيديوهات مفيدة. شوف شوف انظر 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 شوف تلقاها فيديوهات مفيدة، فيديوهات مفيدة يعني شيء تمام كله تمام. هذه نقطة، أعطيك نقطة أخرى، تقدر تشغل عن طريق هذه، عن طريق هاي حتى هذه أروح هنا جوا هاي واحدة هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، عشر متصفحات أو أكثر من عشر متصفحات بلوجرز روم. بالنسبة صاحب الحاسبة، صاحب الحاسبة يقدر يشغل مشاهدات، يجيب مشاهدات تبني المتصفحات اللي موجودات على سطح الشاشة، يقدر يسوي مشاهدات عن طريق قائمة التشغيل. طريق قائمة التشغيل من راح يشغل قائمة التشغيل راح هي تشتغل تلقائيا فيديو بعد فيديو. لا عندك 10 ساعات تشتغل باليوم 10 ساعات احتياجي تروح الصالة، إذا يمكن عندك ارتياحات التلفزيون تقدر تشغلها. أنا هسه مسويها على هذا النيت، وهسه راح أشوفكم الطريقة شلون تسوون متصفحات الساعة هذه وذني تقريبا هذه عدا هذا عدا هذا لأني أنا أشغل بهم مشاهدات وماكو أي مشكلة بها. هسه راح أحاول أشغل لكم الشاشة، أجي على هذا، أجي على هذا المتصفح جوجل كروم، أجي هنا، أجي هنا أضغط أجي أكتب مثلاً يوتيوب، كتبت يوتيوب، أجي أدور له أي شيء مثلاً أي شيء هذه كانت إضافة، كانت إضافة. نجي على
القائمة اللي كتبناها فيديوهات مفيدة، هل أجي أشغلها أحفظ تشتغل إلا من حالها أحفظ أجي أنتي تكرار القائمة وأنتي بدأ قائمة التشغيل بترتيب عشوائي، هذا راح يدل أنتي أقل دقة حتى يصير عندي كثير بالنسبة، وأخليها اعتيادي أخليها تشتغل. إذا هذا عشر نص ساعة وبعدها نص ساعة راح تحصل لك ساعة، عشر مقاطع على عشر دقائق ونص ساعة راح تحصل لك خمس ساعات أو أكثر أو أقل. هاي بالنسبة للمشاهدات، إن شاء الله أي شيء تحتاجون إن شاء الله نياكم، وإن شاء الله عندنا مقاطع بعد وراح نفيدكم أكثر بالنسبة للقناة الضعيفة، وهاي راح أخليها مشتغلة على مدى استفادة منها لأن هذه بها مشاهدة، وأنا هسه بعد فترة غادي على الربح مال القناة، وأنا أشكركم على حسن المتابعة لينا، ولا تنسون الاشتراك واللايك والتعليق المناسب، ومع ألف سلامة. وإن شاء الله ما ننسى وعدنا، إن شاء الله نروج لكم القناة، نبعث لكم مشاركين ومشاهدات وإجابات وتعليقات لايكات، بس لا تنسون الاشتراك.